في المدينة في ثلاثة جماوات تضارب، أم خالد والعاقل، وكلها خلف بعض، خلف هذا يوجد شو اسمه أم خالد، وبينها وبين أم خالد وبين العاقل الشارع هذا اللي هو شارع الجامعات، هي المطلة على جامعة طيبة الجماء الأخير، وتغنى بها الشعراء كثيرا جدا اللي هي الجموات والعقيق. يقول أحد الشعراء: مغنى العقيقي مربع الجماء، هاجى شجوني أوهج أحشائي، وأراقت الدمع المصون بمحجر دور عفت بالعرصة الحمراء، وربع سلع ما تركنا لناظري دمعا يسير فأربع الزرقاء. فذكرت كثير في الشعر وفي حنين العرب ومن سكن المدينة. لكن لأنه آمن من الكمين. أما جيش مكة فلما أراد أن يدخل المدينة لأحد ما دخل من طريق المكيم، دخل من وراء الجماء وبين الجماوين، كما في رواية موسى بن عقبة دخل من بين الجماوين، يعني مسك طريق الجامعات، لكن خروجه هو جيش مكة كان من هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم علي بن أبي طالب، وفي رواية سعد بن أبي وقاص، فيقول هذا يوم أحد، فيقول فأخذوا سلكوا طريق المكيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت المعركة أرسل علي قال لو انظر أركب الخيل أم ركب الإبل، فإن ركبوا الخيل فإنهم يريدون إيش المدينة، والله لننازجنهم دونها بالجراح التي كانوا فيها، وإن ركبوا الخيل فإن الإبل فإنهم يريدون إيش الضعن والسفر، فمشى وراهم حتى وجد أنهم إيش ركبوا الإبل، فعلم أنهم سفر. هذه المنطقة التي أمامنا على يمين الباص تسمى بطحاء بن أزهر، وهذه مهمة جدا لأنها هي أول مبيت بات فيه الصحابة، باتوا في هذا المكان، هذا أول حدث فيها المبيت، وأيضا من الأحداث التي حدثت فيها لكن غير معروف مكانه بالضبط، النبي بنى الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا بالحجارة، بنى له إيش مسجد بالحجارة، فصلوا في هذا المكان وباتوا ثم انطلقوا. تقريبا هي أماكن المبيت خمسة التي ذكرت في خرج الجيش طبعا يوم 12 ووصل يوم كم؟ يوم 17. هذه هي بطحاء بن أزهر. هذه منطقة البيداء، وهي التي يقال في أنها معنية بالحديث، حديث حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، فقالت أم المؤمنين يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طبعاً هذا المسجد من المساجد التي شهدت الوليد بن عبد الملك، طبعاً أرسل إلى عمر بن عبد العزيز وهو والي على المدينة قال له لا تعلم بمكان صلى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وابتنيت فيه مسجدا، فكان المشروع العمري اللي هو المشروع عمر بن عبد العزيز، وكان بإشارة وأمر من الوليد بن عبد الملك، وكان الوليد بن عبد الملك مغرما بالعمارة، يعني مغرم جدا، حتى مكة له فيها أعمال الاسطوانات وموجودة إلى الآن اسطوانات الوليد بن عبد الملك مكتوب عليها بعض الكتابات، وأيضا المسجد الصخرة، فكان يعني عنده حب للعمارة، وهو الذي بنى المسجد النبوي بتوسعته الرابعة، النبي صلى الله عليه وسلم وسع المسجد بعد خيبر، ثم وسعه سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم
أبو الوليد التوسعة الرابعة وكانت في إمارة عمر بن عبد العزيز. وهذه إن شاء الله التوسعة السعودية الأخيرة إن شاء الله المباركة، نسأل الله أن يتممها على خير. هذه تعتبر العاشرة، عاشر مرة وسع المسجد النبوي، فوسعه أول من وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم الوليد، ثم المهدي العباسي، ثم المهدي العباسي، ثم السلطان قايد باي، أحد سلاطين الأشرف قايد باي، مع أحد سلاطين المماليك، ثم كانت التوسعة في توسعة الملك عبد العزيز، لكنها نفذت في زمن الملك سعود رحمة الله عليهم أجمعين، ثم توسعة الملك فهد رحمة الله عليه، ثم عاد التوسعة الأخيرة وهي التي في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وسميت بالتوسعة السعودية الرابعة أو الثالثة، الثالثة ولا الرابعة؟ وهذا أيضا المسجد، أيضا مسجد ذو الحليفة شهد هذه إيش التوسعة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمة الله عليه، كانت يعني جددت كثير من المساجد القبلتين وقباء ومنها مسجد الميقات، وبنيت له هذه المنارة، منارته شكلها يسمى المنارة السامرائية على الطراز السامرائي. أيوة يا ريت والله تسلم. إذا في معالم رئيسية زي الجبال معروفة. أيوة أيوة. عدينا صوت. لا خليك هذا. هذه قلنا المنطقة تسمى بيش، تسمى بمنطقة البيداء، وسوف تتصل الآن بمنطقة أخرى تسمى بذات الجيش. تعدينا الجبل، في جبل كان يسمى يقال له صلصل، جبل على يمين الطريق، وهذا الجبل يقال أنه هو الذي نزلت عنده آية التيمم، عند لما ضاع عقد السيدة عائشة رضي الله عنها صديقة بنت الصديق، فوقفوا يحاولون يجدون هذا حتى نفذ ما عندهم من الماء، فأنزل الله عز وجل لهم آية التيمم. طبعاً الآن سندخل في منطقة ذات الجيش، من بعد هذه المصانع في مصنع لقطع غيار الحرم لبلاد، أظنه هذا ولا ماني شايف إنسان، لما يأتي مصنع بلاد تقريباً عنده تبدأ منطقة ذات الجيش، هي التي ذكرت في الحديث، حتى حديث السيدة عائشة في المغنيسية عندما تقول حتى إذا كنا بذات الجيش أو بالبيداء. وتعتبر البيداء ذات الجيش أهم المعلومات فيها، طبعا ذكرت أيضا في الشعر كثير، وذكرت في وعندها بعض الأحداث، لكن أهم حدث فيها، أهم شيء فيها أنها هي البريد الأول من برد المدينة. طبعا في بعض الحمى النبي صلى الله عليه وسلم حرم بريدا في بريد، بريد البريد اللي هو 20 كيلو، بريدا في بريد من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، ومن جهة الإيش الشمال، فكانت هي البريد الأول من المدينة إلى بدر 7 برد. شوفوا على اليمين، خلاص تقريبا من هنا تبدا منطقه ذات الجيش. والباحث المؤرخ الكبير اللي هو الدكتور الاستاذ عبد الله مصطفى الشنقيطي، هذا عنده كتاب في احماء المدينه، وحدد استطاع ان يحدد مكان البريد، لانه كانوا يضعون له علامات وهي رضوم من الحجاره، فاستطاع ان يحدد في منطقه ذات الجيش، كنا في منطقة داخلة في الجبال، حدد مكان البريد الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي لكي يضعه في الجهات الأربع.
برضو تسمى بعد الجبال هذه تسمى بالحفيرة، وهناك ثنية وجود ثنية الحفيرة وبئر يسمى بئر الحفيرة احتفرها عمر بن عبد العزيز. حنركز إن شاء الله على يسار الباص وإحنا ماشيين إن شاء الله نوصل عنده إن شاء الله أدلكم عليه، اللي هو بئر الحفيرة بئر عمر بن عبد العزيز. هذه تسمى هذه المنطقة شرف ذات الجيش، الشرف هو أعلى الشيء، شرف الشيء أي أعلاه. موجود معنا كثير في الطريق، في شرف السيالة وفي شرف الروحاء وفي شرف أيضا إيش ذات الجيش، منطقة مرتفعة وإحنا الآن قاعدين نرتفع بالارتفاع. تسمى أيضا بالمفرحات لكنه اسم حديث يعتبر، وقالوا أنه السبب أنه كانت عندما يصلون إلى هذا المكان تتبدى لهم طيبة فيفرحون، فيفرح الزائر ويفرح الحاج ويفرح القادم إلى المدينة المنورة بالقدوم عليها، فسميت هذه المنطقة أيضا بالمفرحات.